بيا امينه ليندا خليكم على طبيعتكم انا على طبيعتكم كوم دابيتود وربي يستر كالعاده وربي يستر بيا وتخاف كو دير معناتها بيا هو كي قدمنا قال حسناوي الحوار يخاف برشا شي سايسنا اليوم جاوبوني بصراحه واحده من فاناتكم مهوسه بيك تحبك ياسر لكن شيء في الفتره الاخيره زاد على حده ولا هرسله انستغرام ساعات تليفونك دبرته ديما وين موجوده تلقاها تحب تتصور معاك ساعات تهبط تتصاورك من غير ما تشاورك تبع فيك وين ما تمشي تلاحظ تطلبك الاربعه نتاع الصباح تطلبك الاربعه نتاع الصباح بالحق ولا تتكلم عائلتك ولا تتكلم الناس الدايرين بيك الاحتمال الاول ما نقول حتى شيء هي معجبه تتصرف على طبيعتها وهذاك طبيعي وعادي يلزمني نخلص ضريبه الشهره والنجوميه اثنين نحاول نقعد معاها نفهمها نقولها يا بنتي راهو اللي تعمل فيه ما يجيش ونحاول بالمعقول عسى ان تفهم. الحاجه الثالثه نحس اللي عملته تجاوزت به الحدود نتاعها نكلم عائلتها نكلم الامن ويلزمها تبعد عليا لانه الشيء هذا يخطر عليها واخطر علي انا اللي تعمل فيه. انا واحد وثلاثه واحد تعمل روحك ما في بالك بشيء. لا من الاول اما انا صارت عليا وليت خايفه كاريمون من الموضوع خاطر وليت بالحق هرسله وفماش حد ما يتفرج فيا توا من زملائي في الراديو في موزايك والا من عائلتي ما جاوهش لي ميساج من عند شخص هذا معين اللي وليت الحكايه مرضيه وليت خايفه ديدها على حياتي على عنوان داري على دونك خفت. باهي عندك انا الحقيقه انا تربيت اول ما بديت في التلفزه صارت لي مشكله كبيره مع السيد هذا هو في الحبس في الحبس اي في الحبس ما دخل الحبس كوا بعد دخل الحبس وش يعمل يكتب في جوابات ويبعثهم لروحه في الحبس ويقول هي كتبت لي وصارت لي مشكله كبيره كبيره وقت مشيت وحقوا معايا وعطاوني نكتب بالشف والخط هو بيدو وشفتوا السيد هذايا وابارمون معناتها انا الحقيقه من وقتها وليت الفان اللي يبعث لي وليت ساعه ندخل نشوف شكون منين سينو جو بلوك وليت تعبت 90% من الحالات ناس ما حلاهم ما فماش مشكله توا ناخذ احتياطاتي ولا 95% اي اما توا بلو ماتنو